مع تنافس الحول والزمول لأبناء القبائل من هذه المسافة المعتمدة 8 كيلومترات ضمن هذا الختامي الكبير، ختامي الوثبة لعام 2022. هكذا ننطلق مع شوط جديد من هذه الأشواط في هذا اليوم، ألا وهو الشوط السابع المخصص للزمول المحليات الأصايل، حاملا هذه الانطلاقة، حاملا هذه المنافسة. هنا نذهب لكي نتابع المراكز الأوائل على مقدمة الشوط والصدارة. من ياتينا على المركز الأول؟ مرحب محمد بن فايل بن حميد العويسي الذي يفتتح الإذاعة من خلال وجوده. مرحب على المركز الأول، بينما في المركز الثاني التقدم بدأ بانطلاقة هنا القادم في هذه اللحظات على مستوى المركز الثاني. المركز الثاني ياتينا رمسيس احمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي يتقدم من خلال هذا الوجود في هذه اللحظات وهذا الاداء الممتاز. نتابع في هذه اللحظة القادم بكل قوة. في هذه اللحظات ياتينا صوغان سعود يوسف غانم اهلي الذي يطلق صوغان على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هنا في هذه اللحظات من ياتينا على المركز الرابع بهذا الوجود وهذه الانطلاقة القادمة بوجود الصيرمي احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي. يقدم الصيرمي مع هذا الوجود ومع هذا الحضور المركز الرابع. اشوف الوصول في هذه اللحظات من ارتجال ناصر بن محفوظ بن خميس. علي نيبي يحتل المركز الخامس، النقلة التالية الى المركز السادس. لنجد الوصول في هذه اللحظة من يصل مع هذا الانطلاق. نجم حمد بن عامر بن صوفان الاحبابي يحتل المركز السادس بهذا الوجود الممتاز. اتابع المركز السابع. هناك في هذه اللحظات التقدم بدأ، الانطلاق من شاهين محمد بن حمد بن محمد بن الأسود العامري، بينما هناك يصل في هذه اللحظة القادم على ثامن الأسماء. هناك الوصول، هناك التواجد في هذه اللحظات القادم بكل قوة على المركز الثامن. يصل في هذه اللحظات يتقدم بهذا المستوى الرائع، ألا وهو الصيرمي أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي. وهنا التقدم على المركز التاسع بهذا الوجود الممتاز من الحذر حمد بن عوض بن زيتون المهيري. وعاشرا أتابع الوصول في هذه اللحظة، التقدم بدأ من غالي منصور بن سعيد بن راشد المزروعي. هكذا النتيجة المذاعة على مشاهدة ومسامح حضراتكم للمراكز العشر الأوائل كما نشاهد عبر هذه القنوات الناقلة هنا على الهواء مباشرة عبر قناة ياس والقنوات الأخرى. نتابع ونرجع مجددا إلى الصدارة لكي نتابع الصراع إلى المركز الأول. من يعلن حضوره على مقدمة الشوط؟ هذا هو المتقدم رمسيس على بداية الانطلاق أحمد بن عبد الله بن ضاحي. البو عميم الذي يطلق هذا الاسم على المركز الأول في هذه الانطلاقة الجميلة من بداية الشوط، وهو معلنا حضوره على المركز الأول، يريد اكتساب الانتصار في هذا الختامي الكبير. الكل يريد أن يسجل فوز، الكل يريد أن يسجل انتصار هنا في هذه المشاركات المتميزة. بينما في المركز الثاني التقدم بدأ في هذه اللحظات القادم مرحب محمد بن فايل بن حميد العويسي أحد أبناء السلطنة الذي يطلق هذا الاسم على مستوى المركز الثاني. بينما في المركز الثالث على الجانب الآخر هناك القادم في هذه اللحظات
القادم مسار حمد بن عويض بن سهيل الخيالي يحتل المركز الثالث بهذا الوجود الممتاز، بينما في المركز الرابع يتقدم بهذا الوجود على رابع المراكز. ياتينا في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق شاهين محمد بن حمد بن محمد بن الأسود العامري ياتينا على المركز الرابع في هذا الوجود، بينما في المركز الخامس هنا يصل في هذه اللحظات على المركز الخامس متقدما بهذا الأداء، متقدما بهذه الانطلاقة وبهذا الحضور الجميل. ياتينا ناصي هنا يصل، هنا ينطلق، هنا يحضر هذا الاسم أو صوغان سعود يوسف غانم أهلي، ياتينا على المركز الخامس، بينما في المركز السادس نتابع الأسماء الأخرى القادمة المنطلقة الحاضرة في هذا الشوط. ياتينا بهذا الأداء هنا ياتينا كفو حميد بن علي بن سعيد بن رويشد النيادي بأول إذاعة مع هذا الاسم ليعلن حضوره مع المركز السادس، بينما في المركز السابع متقدما بهذه الانطلاقة ارتجال ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي، خطير هذا الاسم نظرا لانطلاقته وكذلك الدخول أراه القادم في هذه اللحظات. المتقدم هنا مرحب محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، شعارك يا الصعب، الصعب قادما مع هذا الاسم بهذه الانطلاقة، بينما في المركز الثامن هنا يصل في هذا الشوط ياتينا الحذر حمد بن عوض بن زيتون المهيري على المركز الثامن. المركز التاسع يصل بهذه الانطلاقة هنا القادم في هذه اللحظات المنطلق الحاضر. يصل سراب علي بن محمد بن سعيد آل سودين قادما في هذا الشوط وفي تحركاته التي نتابعها من خلال هذا الوجود في هذا الشوط. ما شاء الله منافسة قوية، منافسة مثيرة مع الزمول المحليات الأصايل، زمول المحليات الأصايل في هذه الانطلاقة المتميزة. إلى أين الانطلاق؟ إلى أين الشوط؟ إلى أين المنافسة من بين هذه الزمول المشاركة؟ بدأ التقدم الآن القادم شاهين مبارك بن محمد بن بخيت الراشدي هنا يدخل إلى قائمة المراكز الأوائل، ولكن عودة بكم مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء إلى المركز الأول إلى الصدارة ومقدمة الشوط. انطلق بالمركز الأول، انطلق هنا على الصدارة، مسار مسار مساره ممتاز، مساره مميز، هذا هو مسار الذي يعلن هذا الحضور الجميل على بداية الشوط. حمد بن عويض بن سهيل الخيالي منطلقا حاضرا متواجدا إلى صدارة الشوط، كيلو وين ما تبقى عن خط النهاية، كيلو وين متر عن النهاية والصدارة مع هذا الشعار الذي يعلن هذا الحضور. حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي منطلقا، حمد بن عويضة بن سهيل الخيالي منطلقا بمقدمة الشوط، بدأ ينفرد عن بقية الأسماء، بدأ ينفرد بهذا الأداء الجميل. الثاني مرحب محمد بن فايل بن حميد العويسي أمال أبناء السلطنة من أجل الانتصار، معاك يا العويسي ركز بهذه الانطلاقة المتميزة. بينما في المركز الثالث أشوف شاهين محمد بن حمد بن الأسود العامري، المركز الرابع يتقدم صوغان سعود يوسف غانم أهلي بهذه الانطلاقة، الصعب قادما بانطلاقة ووجود مرحب محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، كذلك يصل مياس جاسم بن سلطان بن راشد الطنيقي قادما في هذه اللحظات. الطنيقي يدخل إلى المراكز الأوائل، ولكن أين الصدارة؟ أين الخيالي وشعاره؟ أين الخيالي وشعاره؟ هنا على المركز الأول حمد بن عويضة بن سهيل الخيالي
بانطلاقة هذا الاسم على المركز الأول مع مسار الكيل الأخير الكيل الخطير. بانت منصة الوثبة، بانت المنصة الكبرى في هذه الانطلاقة المتميزة. المركز الثاني يوسف غانم أهلي يقدم لنا صوغان الثالث. وصل هنا الحذر 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 مع بن زيتون حمد بن عوض بن زيتون المهيري. وشوف الاسم القادم يتدخل بكل قوة الصيرمي احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي. الشامسي خطير، بن زيتون سيطر الى المركز الاول، بن رغش يحاول، بن زيتون وبن رغش. الشامسي في منافسة قوية الخمسمائة متر الاخيرة ما بين مسار وما بين هذا الاسم، ما بين الصيرمي. الصيرمي 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 ينطلق. سلام يا ابو فيصل، سلام سلام يا ابو فيصل، سلام على هذا الاداء الذي يقدمه حمد بن مبارك الوهيبي. مشكور مشكور باسم الجمهور على هذه العناية والتضمير بالاداء الجميل. الصيرمي الصيرمي يطير، الصيرمي مع الثيل مع المنصة مع هذه اللحظات يعانق الانتصار. تهانينا، سلام ابو فيصل، سلام، كفيت ووفيت على اداء الصيرمي. تهانينا والناموس لمالك الصيرمي احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي. المركز الثاني يذهب الى انطلاقه الحذر حمد بن عوض بن زيتون المهيري. المركز الثالث نتابع المركز الثالث في هذا الوجود وفي هذه اللحظات. نتابع في هذه اللحظات من يصل الى المركز الثالث بهذا الاداء. الثالث يذهب الى انطلاقة وجود شاهين علي بن زعل بن سعيد المنصوري. المركز الرابع هناك يذهب الى مرحب لمحمد بن سلطان مرخان الاكتبي. وخامسا هناك بانطلاقة وجود الذهب حمد بن محمد بن سلم المنصوري. عودة بالتهنية على هذا الفوز والانتصار مع الصيرمي احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي. تهانينا، سلام ابو فيصل، سلام. التوقيت هنا يصل الى خط النهائي في لحظه الاعاده. 13 ثانيه 4 من الاجزاء من الثانيه. تهانينا على هذا الفوز على هذا الفوز. المركز الثاني يذهب الى انطلاقه الحذر حمد بن عوض بن زيتون المهيري حيث حقق توقيت وقدر. نشاهد الآن 13 ثانية 13 دقيقة 3 ثواني 7 من الأجزاء من الثانية. بينما في المركز الثالث هناك يذهب إلى انطلاقة شاهين علي بن زعل بن سعيد المنصوري حيث حقق 13 دقيقة 3 ثواني 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، طبتم وطابت